منه لمن شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وأودة به يهتم لذكر جميل ويهدى محمد رسول الله هو النبي عظيم القدر بلا أبد مرسل يؤل به من كان جبلا وينخل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين الأرشاد العباد مؤخر حبيب بأسرار القلوب منبه أفادا لنا فيدا وأمل سعادة فساد بذاك الحلق لينا وسدة فيا غفلا منه لمن شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وأودة به يهتم لذكر جميل ويهدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حبيب الله أفاد الندى فيدا وأمل سادة فساد بلا بلاك لينا وسدة فيا قبل منه لمن شاء أمدة هو إمام لرسل الله بدءا وأودة به يهتم لذكر جميل ويهدى أهلز الذي خاد المفاخر والأولى بما نزل من آيل لكتاب وما تلا وأن يدانا بالمكان الذي تلا أتم الورى جاها وأبره هلا له المد ويجلى والشفاعة توبة محمد رسول الله محمد حبيب الله أهلاك الذي هذا المفاخر والأولى بما نسى من أهل الكتاب وما تلا بما نسى من أهل الكتاب وما تلا أهلاك الذي هذا المفاخر والأولى بما نسى من أهل الكتاب وما تلا وأن لا يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى يا خل وأبخلكم هنا له المدح يجدى والشفاعة توبه محمد رسول الله هوى كل المجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قادة فمن شك فيه فهو في دفن دلالة في الحق شوق بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد قوة الوزكى غوث قيس قياس نعمة العظمى بنا قبة الإسلام تجعل همسها فأشرق بدر الصالحات وشمسها وإذ كان موضوعا على البر أسها أداءت وجن الأرض توءا وإنسها وفضلنا إصابة إجباب وخير ونائل سمد بقبول الحاكم غير قائل أقرت لآيات له ودلائل بها سوق تلك وطريق وسوء محمد رسول الله هو النبي بغير الوحي لا يتسرف والنبي بغير الوحي لا يتسرف هو النبي الغلا فهر الندى سالم الاله
النبي تمنى اثباته كل امتي هو النبي جرى معه النمير برايي هو النبي الهدى في نومه وانتبائه محمد رسول الله نبي بأهل الوحي لا يتجلب عفو عن الرجال وقد يتوقف يلين بإذن الله حينا ويعرف بشير نذير مؤثر متآتف له ديمة الأثناء ولا أتنرعب محمد رسول الله على كل فن فضل الله فنه على كل فن فضل الله فنه بأن فرد فينا كويما وسنه فقد ساس إن صلح لك ترا وجنه أئن نذرا ثم إن نذرا في ذلك تألم بأنه فأحمد لم يمشى ولا هو يمشى محمد رسول الله لتعزيزه فوق الوسوس مزية سنده إلى عاقزمة عذرية مكانته بالمرسلين عالية إن أرده كيسا وأكلا جلية بذل وام يستوني ولا شاف يسره محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد هو الوزكا غوث غوث زيت قياد نعمة عظمى محمد حبيب المصطفى هو المصطفى المحبوب طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتوبة أقول وأعنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وعزبة لأليقة عن حولين أهلهم محمد رسول الله بعض قياد نعمة العظمى هو المجتبى هو المجتبى هو المنتقى المحبوبة سواء وقربة تقدس ذاتا ثم كبرا وتوبة أقول وأنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وعصبة لا أزيد عن هوله لا أهله محمد رسول الله محمد حبيب الله هو النبي الكريم وعظم الله ملكه تداك به كالغازي أزبال ولقه تناوله قلب دري نوره قه سرى نائله كالمزق بل هو فوقه وستان نجيبا ما يقول وينقص محمد رسول الله وذول بلا يسب وغرق منها سلم باطنها غرب وزارها وشرك لا يكر بك القرب بيضرب نور للنبوة لا يهب تشراك في إدراكه الترف والكلب محمد رسول الله هو النبي عظيم القدر في الحق مرسل نبي بغير الوعي لا يتصرف هو النبي الهدى بحر الندى صارم الإله مبيدهم بالذنب إذا أضاءوا الهدى وجنوا به
محمد رسول الله هو النبي كريم نظم الله ملكه هو النبي جرى معه النمير براجه ومدله جبريل فضلا جناهه وكم آية جاء بوجه ادراجه ذخيرة أو في سارة بامتداجه وزلزل لا يمساه لفه من الجيز محمد رسول الله هو النبي الهدى في نومه وانتبائه أبان ذلك الحق عند سبائه فزوره تفوز بالجاه عند الهداجه قبوله قبول نذير عبر بجاجه ولا القاصد مردود ولا الباب مغلق محمد رسول الله هو النبي هو النبي تمنت بعده كل أمتي هو النبي تمنت بعده كل أمتي أقبض عليه أمة بعد أمتي أدين به لله أفضل أمتي بنفسي يمين كانت خير أمتي نبي تمنت بعده كل أمتي ونحن بذاك الفضل من بينهم فزنا الآن قد جاء أخي إذاك مدى في بيت الإمام أبو الغالي ليساعدني في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله لقد أعجل الآباء إلى بشره نفادا إلى الدنيا بزدة نسيه وإذ غد مئاته صادق كريه تقدم والبزرى تلوهم بوديه تقدم مع سوس بغبي وغلتي عليك بملك الخاتم يا محمد فلا مدح أزكى منه في الأكل والشرك ولمن عاوك لسادا أنا من مناكبا وقد غرك سبع سماوات راكبا إلى غدرة القدس عليا ذاكبا روينا له في المعجزات عجائبا تدل على تمكين في الكرب والنصر محمد رسول الله سلام على نور الذي جاء بالهدى سلام على بدر المسمى محمد ولا يأت من قرب وإن بعد المدى قد ارتكمت في عدل عيد وعد السدى فعذرا فإني أنسب أراكب ومن ذا الذي يعلو هناك كأمدا يقوم المقام الغمد يطلب موئدا قد الله في دارين أن كان سيدا لياليه أنوار وأيامه الهدى وألفاظه حكم وأحكام عدل محمد رسول الله بمن لم يزل العين والقلب نبهدا صلى الله عليه وسلم وولينا إلى الله هدعة من لم يسعينا ضربناه ضربة من لم يسعينا قتلناه قتلة من لم يسعينا دفناه دفنة من لم يسعينا كدعناه ثلاثا دخول رسول الله أبا مسرعة
لسر ذمتك كادت تميز من الكيد. وما ذا الذي يابى ويجعل فضلنا وقصر سوانا ليس يترك لنا النبي محمد ولا يلفي النزار بالكتب مثلنا سبقنا به في الغدر من كان قبلنا ومن عجبه ان يسبك الغد للامس. اصحاب الاسواد عبد الله داود في بيت وفي بيت معلم داود في بلد والوالا واشهاق اسحاق ابراهيم في بيت امام قابلغا ويوسف عبد الله و جنيدو صالة. نحن الجماعة هنا لأجل أهل المدائح نسيت أولا ولا أذكر. بسم الله. محمد رسول الله أدبنا إليه فأدربنا بحرماته اللون بلا زوجة رفعتي بماتي لدن قيل فينا كنتم خير أمتي زللنا لديه تات وابل رامتي فلا عيف من خوف ولا أذى من أذى ولله معنى المصطفى ومماته ولله نوم كان باب جزاؤه صحيح مليح جده وبذابه يعوذ قلوب المؤمنين امتداؤه فتبنى تتياكا لا تموت ولا تعيا كرام بغير القرب ما وربي وفي ما يشاء ويبتلي وفي الزورة المهتار أبصام أملي سأبكي لبولي دار أنه فإن لي حياة بلا روح وموتا بلا رمز. محمد رسول الله هو النبي لعلى كل لعنام مكذب وفيهم كرام وهو أجمع وأكرم هو الشمس نورا والنبيون أنجم على ليلة العشراء والناس نوم سماء سماء ثم زاد على سمعي مجاوره في الجنة أي جنتي فتوبى لعبدي زاره دون مغنتي تعتل فردا أو تهل بسنتي بجياه نال كل أمن ومنتي بكرب الأولى ويقرب من دار الحبيب بعيدها وما مات لو ناخا فعز وجودها رجعنا إلى أمداجي نستعيدها فهانا عن الناس تسفي بها أما تبتحري أسى وسن يدن به ولا ألم وإلا فلا أنفق داري مغرما حليف الغزا كالعادة اللام والدماء أؤلل نفسي بالوصال وربما تساكى الفتى أدواه وهيته رهن لم لا وقد سال أنا من مناجبا وقد أذب سواس ما واز راجبا إلى من رجل الكرسي يعني يتناجبا روينا له في المعجزات عجائبا
تدل على تمشين في الخضر والنسر بدا كمرى مشراه شرك ومغرب وغسل بما سواه المدينة يسرب وكان له في سدرة النور مدرب نجي لرب الآدمين مكرب حبيبه فيدنو كل حين ويسدنا ولكنه بالنادي للهاج غسل أهاجده موت إن أنشك أنكد لكنه بالنادي للناج غسل فهو وفي دنيا وفي دين سيد يقال به جيد ويؤمر مجد ذاك السرك منهم مسرفي مخند ورضوه لدينهم وشامه مشادد ما يلدك الأستاذ ممن وجده صلى الله عليه وسلم كما جاء مولاه وعدنا وخله صلى الله عليه وسلم وفرجاه ليدخل قرنه كتاب حديث صلى الله عليه وسلم وكم ملهده في المهج لدى ولم يهجي أتيه فإن الشمس في دوره جرت صلى الله عليه وسلم وقد أقبلتنا والغروب بعد برد ولو طلب التكوير من ذا تكورت زكاء أطاعت أمره فتكهكرت عن الغرب نفى والشرك كسام ينفض إلهه تقول هؤلاء الأنام بقبه ما زاع عنه بالخليج فد به وزر منه أهلا مرشده ومنبه قراه لمن وافاه رضوان ربه فدونك يا مسبوك أنك تلحق شوام وجديك من كفوي وملكدي فهم للردى والبوس في اليوم والغدي ونانوا بحمد الله في كل مساد يكينا ردى والبوس حب محمد فلسنا النفاق لدار أزلى ولا بغيا تقاد الله أمام دائك الغانا المنا فنان المخلج بمولى بفامنا أتانا بعفو الله أن سوهجوا منا نحق به يوم الحساب للمنا بأن له جاها لأمته يغنى مداي غرامت وفج لد كدره فما بلغت من ذاك بإشار أشريه ومما سجاني عند تجديدي ذكره سجاني قعودي دون زوار كبره فكم كائد يدنو إليه ولم يرى لا إله إلا الله سيدي سيدي محمد إمام رحمة الله أغلى بغدور شيخي أسيك سيدي محمد لا إله إلا الله قال أستاذ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمام كل فقي وزاد كل نقي أتيه سيدي محمد إمام رحمة الله لا إله إلا الله.
سيدي محمد إمام رحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقول قولا بالغا في ذكر سيدي محمد فأمله أمل الهال تشركة الأماوية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقول قولا فاتيقا في ذكر زماني أتيانا أماه الله خليفة تجانية لا إله إلا الله لا أتيهانا حماه الله خليفة تجانية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله سل ثلاثا على رسوله جعله يقود إلا حبيبك يسك فذا شيخ نذير يسكو ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لبيب بارئ في تيبه يرى كل تويل مجاهدي من ذوي الأدب بأدوية نذير يسوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مجاهدي من ذوي الأدب بأدوية نذير يسوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله منيرك شف النار منيرك البدر فكسيدي ذا نذير يسكو لا إله إلا الله لا إله إلا الله بوجه مدين دارا فكسيدي ذا نذير يسكو لا إله إلا الله لا إله إلا الله كان أنه يغدي لمن كديا يستاني يفدي ويسلبه النذير يسكو لا إله إلا الله لا إله إلا الله رجيم بآياتنا وبالصلوات أمرنا وبالأوراد ربنا فمرسلنا النذير يسكو لا